طيب نروح بقى للحدث الأكثر أهمية الأسبوع طبعا اللي فات. زي ما تابعنا منتدى شباب العالم، وخلونا كده نتكلم شوية بالتفاصيل، ولو إننا بكرة كمان هنتكلم باستفاضة أكتر في فقرتنا الصحفية طبعا، وهنحلل مع ضيفنا هذه الأحداث وطبعا الأصداء اللي حصلت نتاج لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية اللي أقيم في مدينة السلام شرم الشيخ. في هذا السياق مشاهدينا، شرم الشيخ بتوحد شباب العالم، ومنتدى شباب العالم في عيون العالم العربي كان حقيقة حاجة مشرفة جدا. خليني أقول لكم كده يعني بعض الأصداء اللي حصلت بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم اللي استضافته مدينة شرم الشيخ، وعلى مدار 5 أيام متواصلة بحضور أكثر من 3000 شاب وفتاة من أكثر من 100 دولة. وشهد المنتدى الحقيقة عقد 46 جلسة نقاشية تحدث فيها 222 متحدث. ركز الإعلام الدولي والعربي في تغطيته لهذا الحدث الكبير وانطلاق فعالياته على بعض الموضوعات الرئيسية. تعالوا كده نناقشها أو نحاول نحن نوجزها لحضراتكم سريعا. أول حاجة، صحيفة الشرق الأوسط أوردت وركزت على موضوع تنديد الرئيس السيسي بالتميز الديني والعنصرية، وأفادت كمان وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الإعلام الكويتي صرح بأن المنتدى هيوحد شباب العالم على التسامح الديني ورفض التطرف، بينما وصفت جريدة الدستور الأردنية المنتدى بأنه منصة أسسها مجموعة من الشباب علشان يعبروا عن رأيهم وعشان يخرجوا بتوصيات ومبادرات مهمة جدا على كل المستويات. اعتبرت كمان صحيفة البيان الإماراتية ان الحوار الحقيقة ظل شباب المنطقة العربية يفتقدونه على مر عقود طويلة بيفرض نفسه بقوة شديدة جدا في المنطقة. وذكر موقع الخليج 365 ان الفيلم التسجيلي اللي اتعرض في افتتاح المنتدى سلط الضوء على دور العديد من القادة في افريقيا، منهم نيلسون مانديلا والزعيم انور السادات. بالنسبة لشبكة سكاي نيوز اتكلمت برضو عن المنتدى، سكاي نيوز عربية قالت ان افتتاح نصب احياء الانسانية نصب التذكاري في شرم الشيخ كان مهم جدا، وكان الحقيقة غاية في التحضر. وطبعا الافتتاح احنا شفنا طبعا نصب التذكاري قد ايه كان جميل وكان رمز للسلام واحياء الانسانية. بالنسبة لموقع عين الاخباري قال اطلاق تطبيق للهواتف الذكية لإتاحة التواصل بين المشاركين والحاضرين في فعاليات وجلسات المنتدى، ودي برضو كانت حاجة من الحاجات المهمة جدا، ان هم كانوا بيتواصلوا على التليفون بشكل سريع جدا ويقدروا ان هم ينقلوا اخبار مع بعض او يتبادلوا ثقافات ويتبادلوا اراء مع بعض في غاية السرعة، وايضا بتنظيم مهم جدا. بالنسبه لوكاله امد الفلسطينيه للاعلام نشرت مقال للكاتب وفيق زنداح اكد فيه ان المنتدى بيعمق مدى مساهمه الشباب في بناء الامن والسلام في مناطق الصراع. ونشر موقع قناه العربيه مقال راى فيه الكاتب ان عوده مصر لمكانتها المرموقه بيتطلب نهضه شبابيه رياضيه شامله، خصوصا بعد نجاحها بقيادتها الحكيمة في تنظيم العديد من الأنشطة في هذه المجالات. بالنسبة لصحيفة الاندبندنت البريطانية قالت ان منتدى شباب العالم اقاموا الشباب من اجل الشباب، وكمنصة لإدامة السلام والازدهار والوئام. قالت كمان صحيفة الشرق الأوسط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ في كلمة قصيرة لإعلان بدء فعاليات المنتدى اللي بيحظى بمشاركة 5000 شخص. ندد الرئيس بالتميز الديني فيها زي ما قلت لكم، ودعا لأنه يعني لازم جميع شباب العالم يتوحد طبعا للتصدي للإرهاب والتصدي وإدانة الإرهاب الفكري والإرهاب طبعا الصريح المباشر على
كل المستويات. خليني اقول لكم يعني الحقيقه ان طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا موضوع يعني افتتاح النصب التذكاري، التصميم غايه في الروعه، وايضا يعني التنظيم واضح جدا، طبعا التنظيم يعني غايه في الاداء عالي جدا في التنظيم، ودي حاجه برضو من الحاجات المهمه. قصه ان الوكالات العالميه تشيد بان الحوار ما بين الشباب، وطبعا 5000 شاب من جميع انحاء العالم بيتكلموا مع بعض وبيتحاوروا مع بعض، دي طبعا حاجه يعني مهمه جدا، وان هم ادركوا اخيرا، حتى وكالات الانباء العالميه ادركت بشكل كبير جدا ان موضوع ان احنا نتبادل الحوار مع بعض لا بديل عنه، علشان يعني نقدر ان احنا ننهض بثقافات الشعوب بشكل عام. مفيش مجال ان الناس او كل مجموعة او كل دولة تبقى متفردة بالرأي، حتى وان اختلفوا في بعض الاراء، حتى لو اراء سياسية او على مدار التاريخ كان في اختلاف في الاراء اراء الحكام او كذا، ولكن الشباب هم الامل، كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قال في كلمته كمان ان هو متحيز، اعلن تحيزه بشكل صريح جدا لشباب مصر، وتحيزه بشكل عام كمان لشباب العالم. هنا بيبان الحقيقه برضو كما ذكرت بعض وسائل الاعلام العالميه او وكالات الانباء العالميه، ان الرئيس ادرك اخيرا وبعد يعني عقود طويله جدا ان الشباب لازم يتحاوروا مع الحكام، ولازم يتدخلوا ويشتبكوا في كل يعني مخصصات الدوله على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى المستوى يعني حتى الثقافي والمجتمعي، وان هم يندمجوا بشكل كبير جدا في هذه الحياه علشان يقدروا ينتجوا، لان هم اللي هيتولوا ده يعني حاجه مسلم بيها، هم اللي هيتولوا الرايه بعد كده. بالنسبة للجلسات كان في الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الجلسات، ويمكن كانت أجندة تنمية أفريقيا 2063 أفريقيا التي نريدها. هنا بقى دي برضو من الحاجات اللافتة جدا للانتباه، ليه؟ لأن برضو كان العلاقات مع أفريقيا كانت مهملة بقالها فترة طويلة جدا، وعدم إدراك معظم أو عدم إدراك يمكن الجميع كمان على المستوى المحلي والداخلي أهمية العلاقة أو العلاقات مع أفريقيا على كل المستويات. على فكرة الناس بتتكلم فيها على المستوى الاقتصادي بس، لا طبعا المستوى الاقتصادي مهم جدا، ولكن على المستوى الإقليمي السياسي، على مستوى الثقافي وتبادل الثقافات مع دول أفريقيا اللي احنا جزء منها، دي برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا. وده كان في القاء ضوء الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي سنة 2019 إن شاء الله، علشان كده أكد الرئيس عليها. خلينا كمان نتكلم على موضوع بقى ما بعد الحروب. في جلسة كان اسمها ما بعد الحروب والنزاعات، آليات بناء المجتمعات والدول، دي برضو من الجلسات الغاية في الأهمية. الحروب هنا تعني الحروب الصريحة اللي بتشهدها المنطقة، وأيضا الحروب الفكرية. يعني الموضوع ما يخصش بس شباب الوطن العربي أو الشباب اللي كان في عندهم حروب في بلدهم، لا احنا المفروض ان في بعد الحرب بتحصل يعني حاجة زي مثلا بتحصل شوية بلبلة في البلد مع الفكر، مع توتر، مع طبعا يعني هزة على جميع المستويات. ازاي نقدر نتعامل مع ده من غير ما نبقى منفعلين؟ ازاي وقت طبعا اي وقت بتحصل فيه حرب او بتحصل فيه اي تغير في البلد بيعقبها على طول حاجات كويسة وحاجات مش كويسة. ازاي انا اقدر اتعامل مع الحاجات المش كويسة دي، زي مثلا بث الافكار الخاطئة، محاولة البعض زي مثلا ما حصل ايام الجماعه الارهابيه ان هم يقفزوا على الحكم، او ان هم يعني يمتطوا البطوله بشكل معين ويدخلوا دخلات زي يعني الدخلات طبعا اللي دخلوها على اساس التدين والكلام ده، وطبعا الكلام طلع مش حقيقي ابدا. مع الوقت كل الحقائق بتتكشف طبعا والاقنعه بتسقط. طب احنا هنا ازاي نقدر نتعامل مع ده؟ ده اللي تناولته الجلسه، جلسه ما بعد الحروب
والنزاعات. ازاي اقدر ان انا استفيد من اي مشكلة تواجه الدولة؟ ده برضو دي برضو من الحاجات المهمة جدا. خليني اقول لكم كمان مشاركة الرئيس في المائدة المستديرة وسائل التواصل الاجتماعي تنقذ ام تستعبد مستخدميها؟ بتنقذ ولا بتستعبد؟ دي برضو إشارة من الرئيس إن إحنا ما نستسلمش تماما لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي، لازم برضو نتحرر. ويمكن أشار لده في كذا لقاء أو كذا ندوة وكذا منتدى، يعني أشار ليه بطريقة واضحة وصريحة طول الوقت إن إحنا لازم نتحرر الحقائق وما نسيبش نفسنا عبيد لمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك والأخبار اللي بتبث أو الطرق أو الفيديو، لان في ناس طبعا هي شغلتها ان هي تعمل فيديوهات مثلا متفبركه، تعمل اخبار بشكل معين، تحط صور على كذا، يعني حاجات زي كده. وخلونا نقول ان جلسه المائده المستديره دي او الجلسه دي كانت مهمه في نشر الوعي بموضوع الفيسبوك. قاده المستقبل برضو كان من الجلسات المهمه قوي اللي يعني تناولها المنتدى. قاده المستقبل حاجه تدعو للامل، تدعو للفرحه، تدعو لاخيرا ابتدت السلطة تبص للشباب وتشاركهم وتسمعهم مباشرة وتاخد برأيهم، وكمان بيشتركوا وبيتأهلوا علشان يبقوا قادة في المستقبل. خطوة مهمة جدا جدا نحو التقدم، بس محتاجة حاجات برضو اتناقشت في الجلسة زي إصرار الرئيس على إصلاح منظومة التعليم عشان يبقى في قادة، لازم إصلاح منظومة الصحة عشان يبقى الناس عندها صحة ان هي تنتج وتعيش في امان وتقدر ان هي تبقى عندها منظومة صحية قوية ومتكاملة، فبالتالي تقدر ان هي تشتغل كويس. خلينا نتكلم برضو على الجلسة لنموذج محاكاة القمة العربية الافريقية. دي برضو كانت من الحاجات المهمة جدا اللي كرم فيها الرئيس الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وكرم كمان حفيد نيلسون مانديلا. دي برضو كانت لفتة جميلة جدا. اتكلم طبعا كمان الرئيس عن أن أفضل استثمار في البلد هو شبابها، القوة البشرية، مصر 63% منها شباب، إذا أنا لا ما ينفعش أن أنا أغفل ده وأسيب 63% دول يبقوا مادة خصبة لأعداء الوطن أن هم يعني يلعبوا بأفكارهم ويشكلوا أفكارهم زي ما هم عايزين. لا، هو الصح أن أنا المفروض أن أنا أستفيد منهم زي ما اتناقش بالظبط في المنتدى. تعالوا برضو اقول لكم على حاجة مهمة جدا، اشار الرئيس ايضا في موضوع الاعمدة السبعة ان فكرة المنتدى او التيمة بتاعت المنتدى السنة دي كانت مستوحاة من فكرة الاعمدة السبعة للشخصية المصرية المفكر المصري الراحل استاذ ميلاد حنا. الاعمدة السبعة دي بتبين قد ايه الشخصية المصرية عندها كذا يعني كذا ثقافة وتقدر ان هي تتعامل في اي مكان، تتعامل باي ثقافة مع الاحتفاظ طبعا بمصريتها ووطنيتها. وكان في كلمة طبعا زي ما تابع لنجل المفكر القبطي الراحل استاذ هاني ميلاد حنا، و اللي قال ان والده اهتم بمستقبل المشترك لبلاد حوض النيل وظل مؤمن طول الوقت بضروره ربط اواصر القاره الافريقيه بشبكه الطرق والكباري والطاقه الكهربائيه، استثمار كبير جدا في الفكر والعقل والثقافه. ده كان الملخص طبعا اللي احنا يعني تابعنا طبعا مع حضراتكم فيه في منتدى شباب العالم. هو لقاء رائع، لقاء يدعو للسلام، يدعو للمحبه.